بنت الحلال الحين انت ما في وقت تقولين فيه الغازك الا في هذا اليوم بالذات. خلصينا يا سندس. اصبر، ايش فيكم مستعجلين يا جماعه الخير؟ ها وصلت المفاجاه. اليوم كله كان صعب. السلام عليكم، كيف الحال؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك. حياك، تفضلي، بس تعطيني اياه. حياك الله. حياك الله. يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا مرحبا. انا تعالجت. ما شاء الله تبارك الله يا بطل، ما شاء الله تبارك الله. قبل لا تتبرعون بفلوس أثاث البيت، كان سعد مثل ما أنتم شايفين جالس على هذا الكرسي من أول ما انخلق. بفضل الله ثم فضلكم، وحابة أشكركم أولاً أنه فلوس تبرعاتكم قدرنا نعالج سعد وأمثاله. أنا جاي أشكركم. سعد أصر يجي اليوم معانا هنا بالكرسي علشان يوريكم هو قبل كيف كان وإيش صار الحين. بسم الله عليك. حياكم، استريحوا. إيش يا سعد؟ تفضلوا تفضلوا، حياكم.